اولا الاثمنه تاع كما قلت قبيله راه الثمن تاع 25 مليون ما غيتبدلش. هذاك برنامج كاين اللي اقتنى ولا اللي بغى يقتني فيه راه كاين، باقي اللي ما كاينش هو اتفاقيات جديده لان تقاد هذا البرنامج دو جانبير 2020. فلذلك اللي كاين دابا هي الانتاج لو ستوك دي زانسيان كونفنسيون، دونك هذاك الثمن ديالو مضبوط. هاد الاثمنه دعم مرتبط بالثمن. الا مشيتي ل 35 مليون وكنتي مغربي مقيم في المغرب ولا خارج أرض المغرب وما كنتيش عندك ملك بسميتك وما كنتيش استفدتي في السكن الاجتماعي مقبل، راه حقك تاخذ هذا الدعم وتمشي وتقتني في حدود هذا سميتو. نضبطوا الأثمنة. اشنا هو التخوف ديالك؟ هو النواه الثمن. اش اللي غيضبطوا؟ السوق. انا نبيع ب 30 وهذا اللي حدايا يبيع ب 32 وحنا نفس الجوده لان نفس القانون اللي تيضبطنا. انا من غنمشي السوق اللي غادي يضبط الثمن. لا كاين هذيك المساله ديال النوار، الحمد لله راه ماشي هذه دوله عشوائيه، راه كاين مراقبه، كاين دار ضريبه. ولا اظن اليوم سوق العقار باقي فيه النواق كما كنا تنعرفوا سابقا. الامور غادي وتتضبط، غادي وتتضبط، هذا واقع. والمواطن حتى هو خصو ينخرط معنا في العمليه واللي يطلب ليه النواق يفضحوا. ولكن تبقى مقتنعه بان اغلبيه المقاولات المغرب ناس في المستوى وأغلبية المغاربة ما نخليوش واحد الفئة اللي دائما تستغل الفرصة تجي وتخسر لنا الرؤية اللي بغينا على هذا البرنامج واللي إن شاء الله غادي يستفدوا منه أغلبية المواطنين فيما ما يخص الإحصائيات ديال الزلزال. الله يرحم دوك الأموات والله يشافي اللي باقي مريض. فيما يخص الزلزال الإحصائيات مازال ما مضبوطة، لأن ماشي مازال ما مضبوطة، دارت كما شفتوا في البيان كانت الدفعة الأولى ديال واحد العدد ودابا فتحنا واحد لا بيريود دو ريكور دو دوليونس. فلذلك وزارة الداخلية راه فاش غتكون ضبطات الأرقام في نهاية هذه العملية كلها راه غادي تخرج وتعلن عليها. اللي يمكن لي نقول لكم هو كما جاء في البيان ديال الاجتماع ديال اللجنة الوزارية ابتداء من فتح يناير.